كرة للنادي الإسماعيلي إلى القائم الثاني. الهدف الأول في المباراة، هدف أول في اللقاء للنادي الإسماعيلي، هدف مباغت ومفاجئ، عرضية إلى القائم الثاني. الكل كان يتفرج، النادي الإسماعيلي يتقدم في النتيجة مبكرا. عرضية إلى القائم الثاني، ياسين صالحي على أرضية الميدان، هدف مباغت في هذه الدقائق الأولى من كرة ثابتة. الكرة الجميلة، الكرة القصيرة، عودنا عليها السنافر، كرة بعيدة عن بتله الأمل والروح لقلب موازين هذه المجموعة بلا شك. عرضية وكرة لشمس الدين الرحمن بن شريفة، عالة على فريق السنافر، كأن المباراة تحتاج إلى فؤاد حداد أكثر تمرسا. هجوم فريق السنافر، عبد النور بالخير، عرقلة على عبد النور. طاقم التحكيم السوداني لحد الآن غير موفق. الأول المبكر من الإسماعيلي، صالح ياسين أو إسماعيل بالقاسمي بالتحرك إلى الهجوم. العمري، وضعية التسلل، وضعية التسلل واضحة لإسماعيل بالقاسمي. بشكل جيد عموما عليها ان شاء الله ان تصبر على انطلاقه من الوسط، ما فيش خطا. ريم بامبو، كريم يبحث عن حل بدءا من الان. كره اسماعيليه تضيء الى تماس، ويحبها السنافر، تمر وتستمر لاسماعيل بالقاسمي. المهاره بطاقه صفراء، هنا يستحق الانذار لاعب الاسماعيلي. مهاره ياسين صالحي رائعه، وتخرج كرة طويلة إلى الهجوم لإسماعيل بالقاسمي. حسين بن عيادة على رأس من يتورى، فوزي بقبضة يديه وعادت مجددا ولكن إلى التمس. نعم، بن عيادة حسين، الاستلام من عبد النور بالخير، كرة لاعبي السنافر موش في يومهم. بن عيادة حسين قبل أن تضيع الكرة يلعبها عرضية بعيدة. طالا للدوري الجزائري فريق السنافر، وثاني ألقابه بعد سنة. جول، يا لا 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 لا، جول يا إلهي، ضاعت والتسديدة، والدفاع يعاني يعاني فريق الإسماعيلي، كان بالإمكان إدراك التعادل. أي أي أي، السنافر انتفضوا. لمسة جميلة بن عيادة حسين إلى ديلان. لا 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 لا، لا محالة، آت لا محالة، سوف يأتي هدف الشباب. شوف الوقت اللي يقع محمد صادق على أرضية الميدان حتى يكسر. أن يطلب كرة ديلان، يهرب ديلان، بن شريفة، ديلان غير موجودة، ديلان يمر، ديلان يهرب، ديلان بامبولا الرائع، انتفض وقاتل وكاد أن يدرك التعادل، كاد السنافر أن يدرك التعادل. مجدي، هذا الفتى الموهوب يمر، مجدي، والكرة ضيعة. ناميبي، ضاعت كرة السنافر وإلا وعاد للكفة. قاسمي، بالقاسمي يصل على الكرة يروضها، إسماعيل بالقاسمي عادت إليه كأنها تريده، تطاوعه، عرضية. أوه يا سيد علي العمري، اي 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 اي، فرصة التعادل ضاعت. استقبل الطول وقوة هذه التسديدة ولكن إلى خارج الأرض. وكرة الهدف بامبو، الحارس رحمن يتدخل. نسيم أسرى لكريم بامبو، محاصر من حسين بن عيادة، بامبو والتسديدة تمر إلى ركلة مرمى. لا ندري ما الذي ده. على الجهة اليسرى عرضية إلى القائم الثاني، سهلة تحتاج اليوم خسرتها، نقدر نقول في هذه الدقائق خسر لعبة وسط الميدان. وضعية التسلل، على حسين بن عيادة. أي إسماعيل، اللاعب من إسماعيل بالقاسمي، ما زالت كرة عرضية، مش وسط ميدان، حسين بن عيادة، ما فيش وضعية تسلل، جول. الدفاع يبعد الكرة إلى ركنية،
اي 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 هل كانت هناك ركلة جزاء ام لا؟ لهذا الحكم توزيعة دقيقة بنعيادة على راس من يتور الى القائم الاول. وبعيدة بعيدة بعيدة. كان عليك ان تلعبها الى القائم الثحادات. يلعب كرة سهلة لحارس. واي اي اي خروج خاطئ من هذا تصر على هدف التعادل للسنافير. جول 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 جول. انا لست بكاهن، انا لست بساحر، انا فقط حدثي مع هؤلاء الابطال حينما يهمون بني. هو الذي سجل هدف ثاني في مرمى تيبي مازيمبي يدرك التعادل للسنافر. نهاية دقائق الشوط الأول في ملعب شهيد محمد حملاوي في مباراة مثيرة إلى حد الآن. وما زال بس كان هو زعلاني وبيسجل كده، أما لو فرحان كان عامل متعود يسجل هذا الأهداف بهذه الطريقة. لا ممتاز يعني. وقد دور بالجلال أكثر اللاعبين توقعا أن يدخل في معركة الشوط الثاني. وليد بن شريفة القائد على الجهة اليسرى الذي بدأ المباراة كلاعب وسط ميدان رفقة نسيم يطو وسيد علي العمري. إذن صافرة محمد الفاضل حكم الدولي التونسي بداية دقائق هذا الشوط الثاني. بامبو يعود لتغطية هذا المجال وهذا المكان. الكرة لا تمر. عبد الرحمن مجدي سعيدة حميدة النتيجة. كرة لشيلونغو بعيد حداد والدور المثالي في التنشيط وفي الاسترجاع. ديلان بامبولا للضرب على الجبهتين اليمنى واليسرى. كرة لبالخير ملعوبة لإسماعيل بالقاسمي. ومن تجاوزوا دور المجموعات فهي منافسة إفريقية بالرغم من أدائهم الممتع وكرته. من يأتي لمساندة مجدي. كرة شيلونغو الهدف الثاني. الهدف الثاني من النبيبي شيلونغو بنفس طريقة تسجيله للهدف في الذهاب. شيلونغو يعلن نفسه هدافا في مرمى السنافر. شيلونغو الناميبي مهارة فائقة الحدود من الفتى الناميبي. استلم مروض وسدد على الطائر. قوة كبيرة في هذه التسديدة. رحماني حاول من دفاع السنافر. هاي كرة لإسماعيل بالقاسمي مر ويحضر عند نقطة الجزاء. ديلان بامبولا يراوغ يسدد يمرر والدفاع يتدخل. مطالبة بلمسة يد. بامبولا دور ضاعت عليه. تغيير الاتجاه. بعيدة بعيدة الكرة. تبقى في مناطق الإسماعيلي. وكرة لمسة يد. لمسة يد هنا. وصلت الكرة لمحمد فوزي. هاي الحكم محمد. بامبولا 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 الحارس. ديلان بامبولا مر والحارس فوزي تدخل مرة أخرى. حارس الإسماعيلي يعني له البطاقة الصفراء. كرة في القائم. وحده نسيم يطو. بالقاسمي يقاتل الكرة السعيدة يمر ببراعة. إسماعيل إسماعيل والحارس محمد فوزي هذه المرة في مكان مثالي لالتقاط هذه الكرة. طويلة الكرة لحسين بن عيادة. هاي فرصة التعادل. الدفاع في المكان المواتي. الهدف تربكهم. جول جول التعادل للسنافر من ركنية أخرى بقدم أخرى لذات اللاعب بن عيادة. حسين يضع كرة جاءت راسية. تدخل محمد فوزي والإنهاء والإتمام جاء من نسيم. نسماتك يا نسيم يا يطو يعادل الكفة للسنافر في الوقت والمكان المناسبين. كانت ركنية والإسماعيلي يجري تغييرا. أجرى التغيير بدخول مارشال النيجيري. حذر من الخطايا بن شريفة. يا إلهي يترك الدفاع والتسديد بعيدة. يا بن شريفة. عبد الرحمن مجدي هرب والتسديدة على الطائر فوق الشباك. هدفان هدفين في مباراة. كرة خطيرة
اسماعيل بالقاسمي اللي بالخير عبد النور والركنية رايح بن شريفة وليد عرضية ونسيم يطلع على قصر القامة الكرة لفريق الاسماعيلي عرضية للقامة الثاني افلتها وضيع يطلب الكرة نسيم يطلع رائع نسيم هاي يا نسيم تدخل من يتورى بن عيادة فوزي حولها إلى ركنية ثانية المسها وإلا تنافر بن عيادة يراوغ في الأولى في الثانية بن عيادة أطول من كده ما فيش يا ديلاني.